الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة الناس الكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة. بدل دبشي وخارجة باش نمشي بحد ما نشرب قهيوة بحد ما عندي كل كولية توا راني جيت خارجة وليفرور وليفرور هي مش ليفرور. كل ما ريم تبعث لي حاجة ما نعرفش ريم تتعامل مع الشركة هذه، كل ما ريم تبعث لي حاجة توصلني تجيني ليفرور للدار محلاية ومعزة. نشوف شنو بعثت لي راني ما بعثت لي أول حاجة زيت، تحبي زيت زيت زيتونة. نشوف خيتي الغالية ربي يخليك بيها يا ربي. وبعد نحلها بح نشوفهم بعضنا نحلو بعضنا. خلينا نجيب قص شلون نلقى القص برا تاني. حليته على خاطر حليته اما والله شفت شنو فيها حليته في بالي باش نشوف وغدوه نصور يا اخي كيف الوقت مازال خاطر راجلي هز صغاري حجمه. قلت خليني نصور مع البنات مادني باش نحل. اي جا وقت بابا هذا يجا قبله. خديتها هذوما حاجات بساط وخديتهم هيك بنحب تنقلكم معليش خديتهم. ممكن نحب نبدل شويه ديكور في في ركن القهوه، نحب هيك ديكور لل ديكور شتوي هيك فوق الطاوله البنات. نحب خديت باش نوريكم شنو خديت وباش ناخذ من عندها حاجه اخرى. تعرفوا الدفايه هذيك تنحط لكم تصويره نتاعها هيك دفايه الكتريك راهي مزيانه راهي مزيانه راهي مزيانه على الاخر تجي فوق الطاوله تحس هيك بجو نتاع الشتاء. نحب ناخذها زيادة من عندها وهيك كل مره نخطف حاجه. فهمتوا البنات اللي قلت ان شاء الله الصاله الجديده معناها ان شاء الله. اما كي نخم انه الصاله الجديده ما زلت لها وقت نقول خلينا نبدو نستمتع. شنو رايكم انتم قولوا لي باهي. خلينا نوريكم اول حاجه هذه الشيخه عليها هذه الشيخه عليها راهي تهبل راهي تهبل عززها معزه. شوفوا محلاه البنات قدش شايفينه. هذه ما ثلاث ساعات يجي بحذايا حد باش نعمل قهاوي ولا حاجه نبدا نلوج. وعندي مشكله في المغارف اني كنهار بركة شريت من ترفر مغارف كحالولي كاليتي نتاعهم طلعت لا علاقه. خديتهم تاع زربه شوفوا محلاها هذه. شوف باش نحطها في ذكر القهوه هيك كي نبدا نحضر في قهوه الصباح من السوبر هذا. شوفوا محلى تبدو محلى 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 مش كما في ستوري جنب نكتب ستة مغارف. نتصور هي جابت خاطر هذوما البنات اخر كعبه خديتها اني هذه حبيت ناخذ كعبتين اني الحقيقه اخر كعبه خديتها اني حبيت ما نجمش نقول شكون باش ناخذ خاطر مازلت ما خديتهمش. حبيت ناخذ كعبتين اللي باش تراوهم حبيت ناخذهم حبيت ناخذ كعبتين. قالت لي سيرين راني جبت منهم فا واخر كعبه خديتها اني وكعبه خديتها ديما حاسي لو هذا وان شاء الله نزيد باش نزيد ناخذ منها باش ناخذ لدارنا باش ناخذ لصاحبتي ان شاء الله. شوفوا محلاها تقتل 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 محلاها. وريكم نقدي لي اكثر حاجه نستنى فيها والله اكثر حاجه خاطر ما عادش عندي مغارف راهم حمصوني المغارف حمصوني. وعندها البنات بربي ديما ديما كل ما نعمل الدبلة تسألوني على ماكينة الدبلة. خديت من عندها كعبة الحق ما دلت ما خلصتهاش. قلت لها ريم خليها عندك هي الحقيقة ريم تبعث لي حتى البنات معناها شفتوا مثال القلاية خديتها قلاية خديتها من عندها معناها خلصتها ديريك. العجينة مثال خديتها من عندها خلصتها كان كنقول لكم وقتاش تبعتو
معناها ما بينتش نوري، معناها تقولي سيرين خوض وقت اللي يبدا عندك خلص خلص. خذ من عندها الماكينه نتاع الدبله، تذكروا وقت اللي نعمل في الدبله اني ما قلت لكم راهو ما ادري شكون خذي من عندها الماكينه ضيع لها اللي تكبس بها ليت. كيف نجيو نعملوا الدبله نوحلو، قلت لها ريم خليها عندك وقت اللي يبدا عندي تو نخلصك فيها وابعث لي. قلت لها تو خليها عندك خاطر انا مش باش نعمل الدبله. المهم نحب على ماكينه الدبله عندي في الدار، خذيت نتاع البشكوتو اما ما طلعتليش باهيه نتاع البشكوتو. ديجا حكيت لكم المرأة اللي قلت لها جيب لي ما اغلى ما لقيتش عندها. ريم قالت لي سيدي تنجيب لك ماكينه نتاع بشكوتو وماكينه نتاع دبله، هاوكا اللي تحب ماكينه بشكوتو ولا ماكينه نتاع دبله ريم عندها وكاليتي طحفونه. وخذيت انا وسيم معناها اللي كعبتي عندك بيت وصل نتاع الدبله فنوريها لكم. ما شاء الله هي الوقت نتاع ماكينه البشكوتو اني غير تزربت سينو راني استنيت ناخذ من عندها. اما مش مشكل ان الماكينه نتاع البشكوتو حتى 30 دينار ماهيش غاليه تتسمى. ان شاء الله كي ناخذ معناها كي بدا عندي ان شاء الله ناخذ من عندها الماكينه اللي تبدا كاليتي نتاعها باهيه. اما هاكا اللي يلوج على ماكينه البشكوتو خاطر وقت اللي عملت البشكوتو باش سالتوني وقت اللي نعمل الدبله تسالوني زادا. هاكا البنات ريم عندها بس المضايع ما كمنديتوش يعني. استنى عشان نقلكم الكاس هذايا، الكاس هذايا مو هذايا هو الكاس، الكاس هذايا كادو من عند نقول الاسم زعما انت ما تقولي سيدي ما تقولش على اسمي. ديجا هي جايبتلي الكاس الكري هاكا في ركة القهوة باش تعرف معناها معزة عيش وخيتي الغالية، عيش وخيتي عيش وخيتي ربي يفرح قلبك. وقتها في الفيديو وقت اللي صارت ذاك المدة وقتها نبكي كل شيء عاد كلمة ريمة، كلمة ريمة قالت لها سيرين نحب، قالت لها ريما نحب نبعث كادو لسيرين، نحب على كيس تبعثوا لسيرين ما نختاروا على ذوقك وابعثوا لي. اختارت ريما على ذوقها وبعثوا لي. شو خيط الغالي عمشك ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك يا ربي، ان شاء الله ربي يفرحك بصغيراتك وان شاء الله ربي يرحم زوجك وربي يفرحك بصغارك وان شاء الله يا ربي يجازيك على كل حاجه عملتها. اكيد ريما ما تبيع فيهم فراشة تتنحى نجم تخليه هيك يا زيدة فيه شطر. أحلى لونه محليه 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 يقتل يعيش أختي الغالية يعيش أختي. يا ربي فرح قلبك يا ربي يعطيك ما تتمنى يا ربي ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. ما مش عارفه شو نقول والله. عيشه خيتي الغاليه والله عيشه خيتي الغاليه. قلت لها كيس على ذوقي هيك تفرحها شويه على المده اللي عاشتها خاطرني. والله ربي يخليكم ليا والله عندي عندي صحيبات عسل الدنيا، عندي صحاب عسل الدنيا عسل الدنيا عسل الدنيا. فيها ضيع شوف هيا ريحة هاي قديمة ضيع البنات. شوفوا باكو يتوك الباكو نتاع المشوار كيما الباكو يبدا ساعات نحطوه في الصالة ولا في الكهرباء اما هو ما فيش شي في مشوار. طلعوا شنو فيه هاي اقسم بالله نقضي حياتي كل خمم شنو فيه اللي نعرف شنو فيه. كي حكيت لي ريم ما صدقتش عجبني على الاخر. شوفوا الحلاقه كي يتحل منه وطلع شنو فيه. عشقي عشقي فيه مصر فيه مادل كيف ال شوف فيه مادل لكن ميكروفايبر مداها زعما كامل مداها نستعملها مشيش فيها 20 كعبة. هاو الباقي قداش فيه بيتوب فيها 20 كعبة تحطها مثال في الكوزينة بحذاك
وتستعمل منها كي عندك في وحده ومانيش صغيره راه وشوفوا محلاها قضايا الباكو صدقوني يا بنت هي الكعبه نتاع الميكروفايبر هي الكعبه اللي خدت فيها ب 3000 و4000 و5000 صغرونا شويه اما باهية معناها تمسح بها الغاز وتحب والله تمسح بها الغبره محلاها تمسح بها الغبره تمسح بها الموبل تمسح بها الغاز اصغر شويه اما شفتوا هيك تحس معناها رفت محليها محليها تهبل نخليها هذه وضعي نحطوها في الباكو متاع الحجر متاع النادم ومن مشترياتي للصالة نشري فيهم قبل ما نركح الصالة هذه عجبتني ريحة عن ديما قلت لها ديما دوبا ما تجيب منها خليها كعبة لا في الحقيقة تهبل شفت الحاجة كي تبدا في التصوير حتى في التليفون ما تظهرش شوفوا هذه البنات يعني قلت ان شاء الله نحطها في الصالة اما قبل الصالة باش نحطها في يعني توريك النهار اليوم شنو فهمت النهار اللي صورت فيه الفيديو هيك الصباح تقلب المكعب تحط النهار اليوم شنو مثال اليوم اني قاعدة نصور لكم خلينا نوريهم لكم من غدوة الصباح على خاطر على خاطر التصوير البارح في معناها الدنيا عشيه كل هذا هي السيبر نتاع المغارف شوفوا محليه ومزينه ويقتل يقتل اللي مقاتل ياسرين بشويه بشويه بدل الكيسين وخلي لونك هو مثال اكثر حاجه اني غالبه لهني وهو البلون بالدوري فهمتوا نخلي هذا وقت جبته لي نورهين هكا في الدوري هذا في البلون هذا جبته لي بودور زيت معنا في البلون هذا جبته لي كوثر زيت محلي هذا جبته لي مريم كل سيرفيس كامل يعني نحي الروز عرفتوا نبدل شويه قطي اعمل البلون بالدوري وبدل شويه مره اعمل هكا في الروز اعمل الكاس هذايا وعندي الكاس الاخر زيت في الروز فهمتوا كل مره نعمل حاجه قلت لي بدل بدلته ان شاء الله على ان شاء الله في رمضان ان شاء الله ناخذ من عندها كل مره هيك كيس ونبدل هذا الكيس اللي وصلني نفس شوف بالزهر هني الكيس وهذا الكيس هذا وقت اللي جبته لي زيد هوك غاديك هذا تابعوا هذا ما مشكلة هذا كان في خطا يهبل دوري تكسر لي حسيلو يقتل الكيس والله محلاه عايشه كريمه على ذوقك المزيان محلى ذوقك وعايش اختي عزيزتي اللي خممت فيها ما غير ما نقعد نسمي فلس وهذه بتاع المغارف عرفتك تجي تعمل قهيوه تهز الكيس حط ويشو جدا متاع الزرير البنات مثال تبدا واحده هكا عندها ولاده ولا حاجه باش تعمل الزريت يجيكم تاع زرير زيد مزيانين على الاخر يضخموا الكاس هذا الكاس كبير ياسر عليه ما يبانوش مثلا نشوف الكاس الدوري جدا محليه به وهذه هي قص عليا الفيديو ما كملتش صورت مثال اليوم 13 اكتوبر ولدي يقول لي ليه ما اليوم صحيحه يعني قال لي ليه البارح 13 شفتوا هكا مكعبات ولادي يخصبوهم للعبه عندك جانفي عندك فيفري مارس افريل ماي جوان جويليا اوت هكاك فهمتوا محليهم حتى على التصوير فهمتوا البنات حتى على التصوير جديدة كان نعمل اليومية يعني قولكم اليوم شنو
احنا تو في اكتوبر، كيس المزينة هذي عاملة في برومو هي ديجا. استنى 13 هونيا حطيتها غديك، اخذت البارح خرجت باهي. شنو اخر اني خذيت؟ كل كيس يقتل كل كيس. وهذا متاع الميكروفايبر حبيت نوريكم، يعني كنت ريتو هذه قالت لي ديما الاستعمالات قولوا حتى 6 مرات تستعملها، معناه تستعمليش حتى 6 مرات، تستعمليش حتى مرتين تطلع رابحة، خاطر الباكو رخيص. تعمل مسحة لازمك الصباح تفسلقة في شوية غبرة على الغاز، يعني يمسح. فهمت البنات باش نعملها نوريكم الباكو مزيان، الباكو مزيان وماهوش غالي، راه هيك جوتاب المحليهم. مش كعبة تستعملها مرة وتلوح، لا هذاك يمكن في الخارج يستعملوا مرة ويلوحوا، اما احنا لا لازمتنا نستعملوهم مرة واثنين وثلاثة واربعة. ريتو عادي، واحدة ميكروفايبر عادية. صدقوني الباكو له غالي جملة، له غالي جملة. طيح الكعبة ظهلي اللي ناخذو فيها ب3000، احنا طيح الكعبة ظهلي بدينار. ها خاصة مثلا كي تجيب شتا تمسح باللار ولا تمسح غبرة، فهمتو؟ تمسح غبرة باللار ولا غبرة تلقاها هكا باكو تمد منه. ساعات نشريو كل كعبات مفرقين نتاع الكوجينة تدخل في نتاع البلار وحنا هكاك. القهوة اللي يبدا في القهوة هادي وحدة ميكروفايبر حليها. عايش اختي الغالية، ربي يخليك ليا يا ربي وما يحرمني منك يا رب. شو رايكم هذه نحطها في الوقت الحاضر في ركن القهوة كيف نبدأ نصور معاكم؟ كما قلنا نعطيكم مدات ولا منعرفش نبدأ معاكم نهاري من الصباح، نقولكم اليوم نهار شنو. ولا نحطها في تجي في الصالة، هي راه أني خذيتها للصالة مش للكوجينة. أما ريما عطتني فكرة قالت لي شيرينك تبدأ مثال يبدأ نهار جديد كانت 13 وغدوة تعمل هيك 14 تبدا نهار جديد مع متابعينك، فهمتوا محلي الفازة؟ ولا نحطها في الصالة عادش بيه، نبدا معاكم نهاري في الصالة. نقولكم اليوم 14 اكتوبر، ريم لازم تجيب لنا كعبة على الوقت باش نقولكم الوقت. نتوما خاطر اكثر حاجة تحبوها في الفيديوهات اني كي نقولكم على الوقت، نقولكم قمت 8 قمت 7 قمت، تحبوها على الاخر الحكاية متاع الوقت. تندخلها للصالة هذه خاطر ما تهونش في الكوجينة. وان شاء الله كل مرة نشري هيك كيس هيك في كيما قالت لي ريم بدل في البلون والدوري، هذايا مثال هكا يخرج خاطر هيك قالت لي انا اخترت لك لون باش كي تبدل مثال كل القهوة يجيك. راهو يقتل، راهو يهبل، راهو يهبل يهبل. اني والله لو كان في بالي بي اصلا ما ديتوش الحقيقه في الستوريات، حتى رجعت نشوف معناها في اللي عنده في الالوان، حبيتك حابه ناخذ منه زوز ان شاء الله. نادين اختي خاطر عجبها ولصاحبتي والبودوره كم ريتو، كل ما ناخذ كيس لازم ناخذ كيف كيف حاسيلو. عاد خلص باش نشوف ستوريات وين محطوطه هذي خاطر ما ديتوش اصلا اني عند ريم، كان خديت راني كمان ديت منه ما ديتوش. حسيت وقت سنين هاني اخترت لك واحد باش حتى كان بدلت ركن القهوه يخرج لك ديجا كيما هكا ويشبه لهذي يتوه محليها هكا. هو اني هكا كنت نيت اميره العرب خور. تعرف وقت اللي نحل في الكردونة ريحة عرضتني مش نورمال، ريحة تهبل. بعد وقت اللي هو محطوط مع كل واحد متاع المغارف، هذا بخور أميرة العرب ريحتها تهبل.
هي ديجا برفان أميرة العرب فوحة على الخر بصراحة، من أبن برفانات اللي جربتهم والعطور. هذايا البخور تعال نعملو بيه إن شاء الله. إن شاء الله فيديو اليوم عجبكم بسيط، واستناو فيديو العشية مع ما عندي قديش ما صورتش في دارنا، عندي تقريبا شهر مشيت لدارنا كما قلت لكم. الله غالب الواحد خذيه الوقت الصغار بالحق، ما عادش لاقي وقت لحتى شيء. هاي بسلامة وعلى خير، استناوني في فيديو العشية ان شاء الله كان منتجته.